موجز الأنباء من البوابة نيوز، أهلا بكم. مصر أول دولة إفريقية تحصل على لقاح كورونا. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان صباح اليوم الثلاثاء عن استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة سينوفارم الصينية بمطار القاهرة الدولي، هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين على مدار عقود طويلة. وزير النقل يستقبل أول دفعة قطارات قادمة من المجر. يستقبل وزير النقل الفريق كامل الوزير مع وفد من هيئة السكة الحديد بميناء الأسكندرية أول دفعة قطارات قادمة من المجر، والتي ضمن الصفقة التي أبرمتها هيئة السكة الحديدية مع شركة ترانس هولدينج لتصنيع وتوريد 1300 عربة قطارات. صرف مرتبات 5 ملايين موظف اليوم والصحة والداخلية في المقدمة. بدأت من الساعات الأولى صباح اليوم وزارة المالية في صرف مرتبات شهر فبراير الحالي ل 5 ملايين موظف بالدولة، حيث بدأ الصرف بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 23 من الشهر الجاري وحتى الخميس المقبل، وفقا لما صدر عن وزارة المالية في ديسمبر الماضي. ورياضيا، يدخل الزمالك مواجهة من العيار الثقيل في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، عندما يحل ضيفا على فريق طنجس السنغالي بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وعن حالة الطقس، أمطار غزيرة ورعدية بأغلب الأنحاء اليوم. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء. انتهت الأخبار، وللمزيد يمكنكم متابعة موقعنا الإلكتروني البوابة نيوز.com. شكرا لكم وإلى اللقاء.